عن هذا الموضوع. أيضا ينضم إلينا من رام الله مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات هاني المصري. أهلا بك معنا أستاذ المصري. كيف تقرأ هذه الخطوة الإسرائيلية في ممر نتساريم؟ كأنها يعني مستوطنات جديدة يسعى الاحتلال إلى بسطها وفرضها في غزة. مساء الخير. هذه النقاط تدل على أن الحكومة الإسرائيلية تريد البقاء طويلا في قطاع غزة، وبعبارة أوضح تريد احتلال قطاع غزة. هذا ما لا يقوله نتنياهو وأركان حكومته وحربه بصراحة، ولكن هذا ما يجري تطبيقه على الأرض. ولذلك نلاحظ أن هذه واحدة من النقاط التي تعيق التوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى وحول الهدنة، لأن المفاوض الإسرائيلي يرفض أي انسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية، ويدل على أنهم يريدون البقاء في هذه المناطق، سواء بالمنطقة الآمنة أو بالمنطقة الفاصلة بين الشمال والجنوب، حتى يتحكموا بمجريات الأمور في قطاع غزة من الآن وحتى فترة غير محدودة. وبالتالي يمكن أن تكون هذه المناطق نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات يسمونها أحيانا عمليات جراحية، ويسمونها أحيانا عمليات دقيقة، ويريدون أن يستكملوها بالسيطرة على محور صلاح الدين، محور فيلادلفي، بحيث تصبح إسرائيل مسيطرة بالكامل على قطاع غزة. إذا أضفنا إلى ذلك موضوع إقامة الرصيف البحري بالمساعدة الأمريكية، بالتالي تتحكم إسرائيل بالمعابر، يعني ما عدا معبر رفح، التي أيضا تحاول أن تقيم حاجز بين المعبر وبين يعني مدينة رفح، بحيث يكون هو مفصول عن قطاع غزة بشكل فعلي. ما يجري على الأرض هو الأهم من التصريحات، هو الأهم من ما تقوله الإدارة الأمريكية. هذا يدل على أن هناك احتلال جديد لقطاع غزة، وهم يدركون أن بدون هذا الاحتلال لن يستطيعوا أن يضمنوا عدم عودة حماس إلى السلطة، ولن يستطيعوا أن يضمنوا عدم استئناف المقاومة. ولذلك رغم كل ادعاءاتهم عن أنهم حققوا انتصارات وأنهم يريدون استكمال هذه الانتصارات. بالضبط، هنا السؤال، يعني هل بهذه القواعد العسكرية الإسرائيلية الدائمة في قطاع غزة يمر الاحتلال من مرحلة محاصرة القطاع بشكل كامل إلى مرحلة احتلال جديد؟ نعم، هذا هو ما يجري بالضبط، احتلال. ولذلك حاول دائما نتنياهو أن يرفض الحديث عن خطة اليوم التالي. لماذا يرفض الحديث عن خطة اليوم التالي؟ لأن هناك خلافات حتى داخل الحكومة ومجلس الحرب. هناك من يريد إعادة الاحتلال بالمباشر والاستيطان والسيطرة العسكرية على قطاع غزة، وهناك من يريد تشكيل هيئات محلية لفترة مؤقتة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية بعد إعادة تأهيلها بين قوسين، يعني أن تصبح أكثر استجابة للشروط والأهداف الإسرائيلية. وهناك من يريد أن بعد أن تنتهي إسرائيل من مهمتها الانسحاب، ويكون في قطاع غزة ما يكون. هناك آراء مختلفة، لذلك هو تجنب النقاش لتجنب انفجار الخلافات في وجه الحكومة. لذلك يقوم على الأرض بتنفيذ ما ينوي يعني تحقيقه بدون إعلان. ولكن ما يجري له دلالة قاطعة بأن الأمر يتعلق باحتلال جديد بمسمى السيطرة الأمنية إلى إشعار آخر. حتى في هذا الموضوع، يعني حتى الطرف في الحكومة وفي المجلس الحربي تتقاطع مع نتنياهو عندما تتحدث عن سيطرة دائمة. يريدون تعميم تجربة ما يجري في الضفة الغربية على قطاع غزة، بمعنى أن إسرائيل لا تسيطر داخل المدن والمناطق الآهلة بالسكان بشكل دائم، ولكنها تقوم بتنفيذ عمليات كلما احتاج الأمر ذلك، كما يحدث الآن في مخيم عين شمس، وقبلها في جنين ونابلس وأريحة وكل الضفة الغربية المحتلة. يريدون تعميم هذه التجربة على قطاع غزة، بمعنى أنه لن يكون هناك انسحاب يعني دائم وكامل من قطاع غزة، وإنما هناك مواقع تحصن استراتيجية يتم استخدامها كنقاط انطلاق لتنفيذ عمليات في مناطق مختلفة في قطاع غزة، بحيث يمكن أن نشهد في كل يوم عملية اغتيال هنا واقتحام هناك وتدمير هنالك. وهذا الأمر يجري على الأرض منذ الآن،
وهو بروفة ونموذج لما سيحدث في المستقبل. هذه القواعد العسكرية التي تفصل الشمال على الجنوب يعني تختلف تماما عما تذهب إليه الحركة، حركة حماس، من النقاط الأساسية في المفاوضات وهي عودة النازحين إلى شمال القطاع. كيف ستؤثر هذه الخطوة العسكرية الإسرائيلية على مسار المفاوضات؟ أعتقد أنها يعني تزيد التعقيدات التي تقف في وجه التوصل إلى اتفاق، بل يمكن أن تنسف هذه المفاوضات. أصلا في الأيام الأخيرة لا يوجد مفاوضات، لأن الهوة بين الجانبين كبيرة جدا. نتنياهو لا يريد صفقة تبادل أسرى، لأن هذه الصفقة بأي شروط توحي بأن المقاومة طرف ند لقوات الاحتلال والحكومة الاحتلال، وبالتالي تظهر الأمور على عكس ما يشيع بأن هناك انتصار يعني مطلق يكاد أن يتحقق، وأنهم إذا استأنفوا العمليات العسكرية في رفح سيتوج هذا الانتصار بإعلان كبير حول النصر. ولذلك يراوغ، وحتى مصادر إسرائيلية كثيرة تقول أن الذي أفشل المفاوضات هو نتنياهو، وأنها في أكثر من مرة كادت أن تصل إلى اتفاق، ولكنه يفتعل إما اغتيالات وإما تصلب، وإنما سحب للمفاوضين الإسرائيليين أو عدم منحهم صلاحيات وغير ذلك، لأنه لا يريد صفقة تبادل. الآن الصفقة أصبحت أبعد وأبعد عما كانت عليه في السابق، وعلى هذا الأساس يجب التعامل. كان الحديث دائما عن غياب الاستراتيجية في الحرب على قطاع غزة، هل هذه الخطوة العسكرية الإسرائيلية هي فعلا تدل على أن هناك استراتيجية واضحة في غزة، أم أنها هي خطوة مفاجئة اتخذها الجانب العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة من أجل ربما عرقلة المفاوضات وتسهيل العمليات العسكرية؟ أعتقد أننا عندما نقرأ الموقف الإسرائيلي يجب أن نميز بين عدة مسائل. مثلا، ما هي الأهداف المعلنة وما هي الأهداف غير المعلنة؟ الأهداف المعلنة واضحة، هي القضاء على حماس، يعني إطلاق سراح المعتقلين، عدم جعل قطاع غزة منطقة قادرة على تهديد إسرائيل في المستقبل. ولكن هناك أهداف غير معلنة تعلن أحيانا، أو يعلن عنها بعض الوزراء أو بعض الأشخاص الأكثر تطرفا، ولكنها تقف في خلفية التحرك الإسرائيلي، وهي تقليص مساحة قطاع غزة وتقليص عدد سكان قطاع غزة بدفع الكثير من الفلسطينيين أو أقصى عدد ممكن من الفلسطينيين إلى الهجرة، تارة بشكل قسري وتارة بشكل طوعي. وهي ليست طوعية، لأن عندما تجعل حياة الإنسان جحيم وتجعل قطاع غزة ومناطق واسعة فيه غير قابلة للحياة، يكون خيار الهجرة خيار إجباري ولكن يسمى طوعيا. وبالتالي هذه الأهداف هي في حقيقة المشروع الصهيوني منذ البداية، السيطرة على فلسطين بدون سكانها، أكبر مساحة ممكنة من الأرض وأقل عدد ممكن من السكان. هذا هو الشعار الأساسي للحركة الصهيونية، وهذا هو الذي يحرك السياسات الإسرائيلية طول الوقت، ولكن يستطيعون تحقيقه بشكل كبير في بعض المرات وبشكل محدود في مرات أخرى، ويجمدونه في مرات ثالثة، ولكن هو بالأخير الهدف الذي يسعون إلى تحقيقه. أريد أن أسألك عن التطورات في الضفة الغربية، الاقتحامات الواسعة لجل تقريبا المخيمات، آخرها مخيم نور شمس بتول كرم، الاقتحام الأوسع والأعنف لهذا المخيم. ما تفعله إسرائيل الآن في الضفة الغربية من اقتحامات، من اعتقالات، قتل، الاستشراء الاستيطاني أيضا، محاولة إضعاف السلطة أكثر، هل هو فعلا بحث عن نصر مفقود في غزة؟ نعم، ما يجري في الضفة الغربية نموذج مصغر عما يجري في قطاع غزة. صحيح أن المجزرة أقل يعني استهدافا للفلسطينيين، ولكن هناك مجازر صغيرة، الاستيطان يتوسع، السيطرة على عشرات الآلاف من الدنومات، طرد آلاف الفلسطينيين من أماكن سكنهم، اقتحام مخيمات مثل نور الشمس وقبله جنين، وفي عقب الجبر في أريحة، ومخيم بلاطة في نابلس، وممارسة تدمير واسع وهدم منازل وتجريف شوارع.
وجعل الحياة فعلا صعبة جدا، والخسائر الفلسطينية كبيرة جدا. صحيح أن هناك مقاومة، ولكن الأهداف الإسرائيلية واضح أنها تحاول أن تستغل ما يجري في قطاع غزة لتحقيق برنامج الحكومة الإسرائيلية الذي ينص على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. لذلك ما يجري أكثر من ردة فعل أو تحسبا مما يمكن أن يجري في الضفة، وإنما تحقيق لأهداف موضوعة ولمخططات يعني يتم العمل على تحقيقها. شكرا جزيلا لك الأستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات، كنت معنا من رام مرة.